أكدت الحكومة الإسرائيلية أن أضرار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقعها ليلة السبت الأحد أكدت أن الأضرار محدودة. مجموعة أنونيمس لقراصنة الإنترنت والتي نظمت هذه الهجمات هددت إسرائيل بأنها لن تكون المرة الأخيرة. المزيد عن هذه الحرب الإلكترونية في هذا التقرير. منا نحن الأنونيمس. هجمة غير مسبوقة تتعرض لها المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الخاصة والحكومية. الهجوم قادته مجموعات الهاكرز التابعة لدول عربية وإسلامية إضافة إلى دول غربية كفرنسا والولايات المتحدة. مصادر إعلامية تحدثت عن مشاركة أكثر من 10,000 من قراصنة الإنترنت في هذه الهجمة. ألف المواقع السياسية والأمنية والمالية وقع حجبها أو اختراقها ونشر المعلومات الحساسة التي تتضمنها. أبرز ضحايا سايبر الغاضبين موقع رئاسة الحكومة ووزارة الأمن والموساد والبورصة الإسرائيلية ومواقع كبريات الشركات والمصارف. الهاكرز استهدفوا أيضا أكثر من 30,000 حساب على تويتر وفيسبوك ليستبدلوا الصفحات الرئيسية لهذه المواقع بصور لمناضلين وسجناء فلسطينيين على غرار سامر العساوي، إضافة إلى أشرطة فيديو صادرة عن مجموعة الهاكرز العالمية أنونيموس. بقية المواقع وعند محاولة الولوج إليها تظهر على الفور عبارة إيرور كإشارة إلى خطأ في الدخول. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت بأن قراصنة الإنترنت كانوا قد هددوا أوائل الشهر الجاري بأنهم سيمحون الدولة العبرية عن خريطة الإنترنت في العالم. تل أبيب وأمام هذا الهجوم الكاسح اكتفت بقطع الإنترنت عن بعض المواقع وحجبت العديد من المواقع الأخرى لتجنب اختراقها، إضافة إلى طلب المساعدة من الخبرات الأمريكية والفرنسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحشدت أدمغتها وخبراتها للتصدي لهذه الاختراقات في مرحلة أولى ولعكس الهجوم في مرحلة ثانية. وأهم الأهداف موقع أنونيموس ومواقع إسلامية وعربية أخرى.